الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولاري الخطبة دينا ما توحي كساب ستاي سين وذفهميني حقوق الوالدك يا سما فخ الله سما فر والدك أدي عاق لقول نقض عقاب الله وحويان عقابته يا عرض كدارته ولا ريال إلهي سبحانه وتعالى إسرايا إن أبوري الدنيا ذن إسرايا إن كاني وحانو إن فري إلهي سبحانه وتعالى كرقين إن عابدنو إلهي سبحانه وتعالى حقي سوحا وكل مانا يو كحكسي حق والدك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله جل وعلا شيرتان كان وحا وكدر بعد الله يعني لبد الوالد أيا سبب إنو قوأها إن أدو يذن نماضنا سادفتت سمفخ الله سمفخ لبد الوالد وحايل هذا فضل هذا دوين وحاكود ذلك شري أنبيدي يددك صالحين تها أنبيدي إلهي أردن وحي أهاي باغين والنبي نوح إلهي سبحانه وتعالى وحاو تغمام إنو دعين إلى بديسي والد رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا إلهو أنك يا بديد والد دنبرداف يا مخا وحويان دتك مؤمنين تا سيدك النبي الله يحيى إلهي وحاو كو اماني انو مخا اها مدبار واهل بدي سي والد وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا سيدك النبي الله عيسى إلهي وحاو كو اماني سغون انو باغي اها وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ولا ريال لبدا والد الله سما فرا ومن اعظم القربات عند الله ووحيابها اوغو وين وادونك الله سبحانه وتعالى اوغو دوانيو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحاول وحن ويدي يا رسول صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل عمل اي الاعمال احب الى الله عمل لقبت إلهي كيبو كتعري هاي نبي وحور صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها صلاة دعوه وقت غير تكدو صلاة دعوه غير آغيا ووحيابها إلهي سبحانه وتعالى وطنك وكتعران هاي سيبا وقت يدن قبو غير قدقرن محاكو حيق بويري قال ثم بر والدين وحاكو حيق لبدا والد الله سما فرا او مخا له هاجاجيو او مخا له احسان سمايو بخاري مسلم ايا ورناي سما فخد والدك او سما فريسو وحي سبب كوغو نكونسا الله سبحانه وتعالى انو عمرك او كو بركيو اساقتن واسع كاغديغو انس بن مالك رضي الله عنه حو رسولك وكولنيا إنه رسوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبرأ والديه وحول رسوله عليه الصلاة والسلام قفك تعال إن إلهي عمر غور أرساقتنا وزيادية لبدي سوارد أو سمفر قرابدي سنة أحرديو إمام أحمد باورين أي حديثك أرباننا والصحيحين يا ولا ريال وحيابها إن تصنع يا والدك وين دي سوحا كمذا إن دعوة دي سيبري دي س إلهي سبحانه وتعالى وأقبرا دعوة دو كود دعيو أم ببري دو إلهي كو بري والدك إلهي سبحانه وتعالى وأقبرا وحول رسوله عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم
ودعوة المسافخ ودعوة الوارد لورده، أخرجه إمام أحمد. وحول رسوله عليه الصلاة والسلام صدح يردمو صدح بريو إلهي وأكبر يشكك مجره قفك لدرمي هباك كيسة إلهي وأكبر يا سيدوك روح إلهي أكبر يا قفك مسافر كابر يديس سيدوك إلهي وأكبر يا ودعوة الوارد الوردي واردك بريض أبريو إذن كيسة أما أوراد ديسة واردك دي إلهي سبحانه وتعالى وكبريو ووكو دعيو إلهي ووكا أكبريا أدوكو هوارنا صدوكرة ورمد وغريال لبدا وارد ورسم فره وأسبابها إلهي توبطا وكو أكبر أدوكنا إلهي وقدم بردافو عبد الله ابن عمر إلهي رالي أكنغض وحاولي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا كبيرا فهل لي من توبة رسولك إلهي وحاكو دعي ذنب آدي آذوين أتوبة ملاي وحاكو رسولك عليه الصلاة والسلام لبدا وارد من نوره ومتشورا قال لا وحاول ميه قال فلك خاله وحاكوري ولا مردلتي إنن قال نعم وحاو نبيك كوري فبغضها إذن إيادة أصى مفه سمفه إيادة أصى مفه إيسو أيال لقيابة إلهي سبحانه وتعالى ينكو قدن برافه ولا ريال لبدا وارد الله سمفه وحيابها كينا يوحا كمدا إن إلهي سبحانه وتعالى وكتن يو أمكا تندي ساد قشو سمفه واردك وحا كمدا إن أدمك قلبي قرأت فرحات قرسو أوض أمانتو أمك وحوية الدعيسو رسولك أنا عليه الصلاة والسلام سدولي عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جئت أبايعك على الحجرة ولقد تركت أبوائي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما أخرجه النساء وصحاه الألباني وحولي عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسولك عليه الصلاة والسلام وحوي مدن ننكاسي وحاو كوري رسولك إلهي وحان دونيا إن هجر دمك قرابا يعتمون هجر دو وحانا كي مدرب وارد او مخا انيغا يدل اويي يمكي اكي مدوي اويين او واي مغغونين رسولك عليه الصلاه والسلام وحو كوري نق او لبدادي والدك سو قسري ساد اوغ اويسي يعني سما فخاد يغ او سما فغيسو يا فرحت ادك فرحين اس لبدوداس ايا مخا وحويان ان الهي سبحانه وتعالى وغالي قاق نقنيا وغالي وحا كميدا سما فخ والد كا سما فلايو الا غالي غريو وخي معروف اه ويا غالي اها شها والد كو وغالي كا نقنايو الهي ايا ما غالي كا نقنايو اناد كو هوريسي سغالي اها شهوغا غالي اها شها نفتاد وخ كستو نفتاد وغبتو كو هوريسي والدك wax kasto ay gabadhaadu qabto ya awlaadaduba ka horaysi maxaa waxa weeyaan waalidkaaga saaraag kaaga noqon lahayeen ku dadaal ilaahay subhanahu wa ta'ala gaari ayaa u ka noqonaya sidoo kale waalidka waxa uu leeyahay maal kaaga adiga bay sagaska kaale aduu xataa maal kaaga uu sadaqeeyo waxa weeyaan xaq weyn ayaa uu leeyahay aydu way tooga gabad ba hadashay bakaasta waxay leedahay wa in ninka ay qaba oo fasax iga qaada hooyadii adiga kaga waynu ku ogaaya dhaqan aynu inagu aynu laanahay maaha dhaqan islaana maaha hatta adiga ay raahdaan fuu gabadha waagidku waa inuu fuu
ديتين هاك هاسي جارسيسي خوال عليار غبدا وارد وإن وحوي راس مفرا أو مخار الغرارجريا إمام البخاري وحاوكوري في الأدب المفرد بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتس وذكر منها وأطع والداك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فخرج لهما وحاولي أبي الدرداء إلهي غالي أكن قضي وحاو رسوله عليه الصلاة والسلام ويدهدامي لحبو ويدهدام سقال آلموت أياو ويدهدامي وحا كمدها وأطع والديك لبدا دوارد أطع أدعي كفران إن الدوية أدو قبح له مقر أو قبح وحيابها سال نبي صلى الله عليه وسلم ويدهدامي بولي ولا ريال غبدا وارد سما فخ هذا وسما فرع يوحى كمدا إن هذا احترامته أدويني سيسو أدمك وحويان قلبي جورا فرحات أدجلسو أدك إلى لسو وحكستو مرقك أبوايا وحكستو كعري سينايا وحكستو مخا وحويان ديقت جرنايا ولا ريال إلهي سبحانه وتعالى وحاولنا فريا لبدا وارد إن أي إحسان سمينو سيبك أي وينادان أي دقاران إما يبغغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولا ريال وحاكم ذا عقوق والديك إلهنا سبحانه وتعالى أدونك وقوع رنايو إنه قفه لبدي سوارد وضيعه سيب مخدأ نقضان رسول كان عليه الصلاة والسلام وحاوي مدبرك جبريل وحاوي لصدح حيانا أبار يا آمين إلهينا نهت كفريه رسولك آمين بولي كو قفك بشر بضان أصوغ شو إلهي سبب تدانو قد بردافين إلهي نهت كفريه يا آمين ده آمين بن إلي إلهو بشغ بضان نقارسي صدح بغض بي نقحيقه غبا قفك لبدي سوارد كسو قاردد اي إلهي سببتو دانو قدن برداف الناحتا لاكو فقيا آمين آمين بو نبي قولي صلى الله عليه وسلم صدح قفك أكتا هذا قصو هذا قاد النبي محمد ونانكو قسلين إلهي ناحتا يساقنا كو فقيا آمين ده آمين بأن نبي قول صلى الله عليه وسلم لبداً بعقوبة دولة إلهي سدك دقابو سددتشيا وبقيقا قفو إنو مخاقه دغو سمايو حد قدبو سمايو إياه إنو مخاق عقوق والدين قفو نقضى عاق إنو نقضى إلهي سبحانه وتعالى لبداً بي قف الدوية ووسود الدتشية نسأل الله السلامة والعافية ولا ريال لبدا وارد عقوق روحا كمضة إنو قف لبدا وارد آنو آبيير أو كرام حن أكو رهدو أو هردية تاغو كعريسيو ومن أحويان ومن أسباب العقوق وحا كمضة عقوقه قف لبدا وارد الدريال وايو أو مخاوك مشقورة وسائر الإعلام فأوفيك صدى ولا ريال ما تدريال ديني وحاهيستا هنتي هو يؤيسا هنتي با وحوية هو يبغغانيسا هنتي با هو يعير سيحان الله ويخيقي با تهريبية الضوب النقنية وعلى قراعية كدبنا حويان صغارة ما يا يا رسول دريا سبحان الله هنتبه هو يدا سنحسا هنتبه مرقون إسا هنتبه مخاو حو عقوبة سينا كايا كودا إسا إمي سقف أيا وحوي فيسبوك استعمار آية
أو والدك وحويان وباهية والدك ودأي هاي بوفي الصدى هبرهنا يريو حاش تابيك أردن أيكو سوتشيريسا فيسبوك كدبنا صبحين وي ورطاي والدك وشقينا شيل قاطع حماها وأولادي ديارنا ما نعي حقوق والدين نقني ورايا ورايا الإله سبحانه وتعالى إنو كعب صنو مالي ما كوبن أيينو الدوية ذا تشوغنا وفير صدا قف كستو والدكي كالدعيستا الدنيا آخر وأوريبانا قف كستو والدكي كالدعيستا الدوية ذا وحاو كن نورادا نور سعادة له نور الراحة أياو كن نورادا دادكينو هورانا وحورة تشيرن حبار والد أي حورة كتشيرن كوارا يا والدكا وأينين كوارينا وأينين ودك رانانا وأينين مخاوحوا غارقيرنا وأينين كفرحنا وحات سميستا عمل سيخ وقه ودوالدها كفرحسو ومالتا يدب كوكو هبستو إلهي أتكو باردو إلهو لب والد بالها أما والد بالها وانو سمفري چري ساسا سمي چري سيدي مخاوحوا يا ربانو إسرائي صدح دي وحوية قدك قري أما كا وجودك كود ضبامي نوع بعمل إلهي دهت وسمي أي إلهي وكبري وحكم إلها مديري إله رب والد بالها هبيك من سيح شرد إلا أما كا عنها كدرجيو هبين هبين هذا كم إذا أي نؤمن يقو قم أي كدبنا أولادي دون واي جاتونس إلهو أديك أضحت هذا سأسمي إلهو نجفيد إلهي سبحانه وتعالى صدح له ذا سبب مخي أي متوابا مخاوح وعملك إلهي دهتو سميهي وكبري إلهي سبحانه وتعالى كهبدي وكفيدي والدك ورالي وينين وصما فرنا وينين ودعينا أدي نورهين يا طير دين تابا كد ذال دعاء والدك إن أدو دعيس والدك أدي وردين تينا إن إلهي قبرك واسعيه ونوريه أدو نور يهينا إن إلهي خاتمة وهراتي وعمرك وبركة وعافماتي وقد دعي وآي نبي صلى الله عليه وسلم وحاوهنا غورمي قفك أردن تي أياد درجة كرغ قاضية مخاسا وحلالي هاي مخول الله ذا حسنات أنها قي قتمد حلالي هاي واستغفار ولدك هرك ودنبرداف وكوسو دنبرداف ويديي ولد صالح هذا دويري أتك قتيم نبينا صلى الله عليه وسلم وحنا غورمي ابن هذا كعمل كيس إنه قايو صدح قف موياني صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إلهي وحنا كبرنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إن والدين تنو دنبرافو إن تردمتين قبرك واسعيو عذاب قبرك إلهي كإلاليو إن ترنون إلهي سبحانه وتعالى والدين تن إلهي خاتم ذا واراجيو عمر داري عافم ذا الله وارزاقو اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وأصلح له بطانته يا رب العالمين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.